السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، صحة مزيان، هانين بخير. انا راه الصديق ديال زكريا المومني اللي كان خرج البارح في الفيديو ديالو، كنت معاه البارح انا في اللايف. خرجنا كناديو بالثورة، ثورة في المغرب على حساب الحقوق، الحقوق ديالنا اللي ما عندناش مهضومة، على حساب نديرو ثورة ديال الجويع. وانا كنساند الصديق ديالي زكريا المومني، كنساندو في هذه القضية هادي، لان معلاش كنت انا معاه النهار اللي مشى للرباط باش يتوصل بداك المبلغ ديال المليار ونص. كانوا غيديروا له لاصال تما ساعه تقوا ما عطاوهش، وداك الشيء كنت انا وياه. قلت زعما كنعطاوه مليار ونص كان غادي يعطيني، كان غيعطيني، وعدني باش يعطيني 400 مليون مني ما شدش حتى شي حاجه. كانت الدوله المغربيه وعدته باش تعطيه مليار ونص، مشيت معاه للرباط وداك الشيء ما عطاونا والو. والمهم هو ديك الساعه ملي ما عطاوه والو قال لي راه ما عطاوني والو وتكرفسوا عليا وداك الشيء. حتى انا في ديك اللحظه شدوني حتى انا تكرفسوا عليا وداك الشيء. المهم الحديث طويل، تبقى هذه القصه وحده اخرى تنعاودها لكم من بعد التكرفيس اللي داز عليا انا وياه هذيك. المهم فاش رجعنا لفرنسا قررنا، قال لي غادي نديروا له واحد لاشين. قال لك منين ما عطاتنيش الدوله المغربيه الفلوس، منين ما عطاونيش ديك المبلغ اللي انا المهم اللي قلت لهم ما عطاونيش، غادي نبقى حتى انا نهضر فيهم ونسب الدولة ونسبهم وندير الثورة في البلاد. المهم قال لك انا عايش هنا في فرنسا، انا جومون فو انا في فرنسا، وراه غادي نمشي لكندا من بعد. ما عندي غرض انا في الثورة في البلاد وكذا، ما عندي غرض، ما عنديش انا عائلتي تما اللي غيتكرفصوا، ما عنديش. المهم هذا هو الحل اللي غادي ندير اخي. قال لي اخي طارق، قلت له المهم اخي زكريا اللي تسلكك اخي زكريا شوف لي تسلكك، انا ماشي مشكل واخا ما عطيتينيش 400 مليون انا ماشي مشكل، الدنيا هانيه. المهم كان خرج البارح دار فيديو، كنت معاه في لايف، كان كينادي بالثوره الثوره، قال لك الثوره 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 الثوره. كيغوت البارح عيا يغوت في الدار، كان هادي كنا انا وياه في الدار، جبنا واحد ليطرو ديال الويسكي. المهم يا هذيك عارف بنادم اللي كيسخن له راسو وداك الشيء كيبقى كيعاود لنا البروتوكوا، كيخرج كيبدا يهضر ويقول الثوره الثوره، ما كيعرفش اش كيقول في ديك الساعه. الثوره كتبان سهله ملي كتقولها بالفم، ولكن ملي كتكون الله يسر صعيبه بزاف. خرج هنا اخي زكريا المومني باش نقول لك الله يهديك على راسك. بغيتكم اخوتي المغاربه الا كنتو حرار مغاربه، كنهضر دابا كنوجه رسالتي للمغاربه الحرار ولاد البلاد. قح انا ماشي خارج هنا باش نقول لكم انا المغرب راه سويسرا ولا السويد ولا النرويج ولا، مشيت انا شي بعض الدول الاوروبيه حتى هما راه كاين عندهم لا بوفورتي الفقر والحاجه، وعندهم مشاكل داخليه، وعندهم واخا ما تشوفوش غير في البارابول اوروبا، خصك تجي وتعيش فيها. امريكا اللاتينيه كلها فقر مدقع، كلها مشاكل سياسيه، كلها حروب، ما فيها لا امن لا سلام. افريقيا ما نهضروش عليها خلاص، هذيك المغرب الحمد لله يا ربي على ديك البلاد، الحمد لله تخرج من عاد عرفت انا القيمه ديال البلاد ديالي. انا خرجت لهنا باش نقول زكريا المومني لهاد الدري هذا اللي كان كيدير الكيك بوكسينغ، وكان هو بطل خدا غير بطولة العالم مرة واحدة في مالطا، واحد دولة صغيرة، واحد غير دويلة صغيرة كاين حدا الطليان، مالطا خدا فيها في 99 بطولة العالم مع شي واحد. المهم يكون عيان غير، المهم طلع له الزهر الجوك وصافي، رقص له الجوك لا شونس، خدا ديك بطولة العالم وبها بدا كيهدد المغرب وداك الشيء. وديما كيقول انا بطل العالم، انا درت حققت ألقاب بزاف وكذا وكذا، ماشي مشكل، حققتي داك الألقاب وربحتيهم، راك ربحتي الفلوس في داك الشيء هذاك، لا وزيتي الدرابو د بلادك اش باغي اخر. غتشرط نتاع الدوله وتقول لها اعطيني مليار ونص وديري لي نادي في الرباط، اعطيوني كي قال الديب للحمامه، اعطيني واحد ولا نطلع عندك ناكلك. الشونتاج، كدير الشونتاج للدوله، بغيتي شي حاجه خذها بالتي هي احسن وغيب بحلاوه اللسان وكذا، ومليار ونص بزاف وهو لا سال في الرباط بزاف، حتى الا بغيتي شي حاجه. ملي شحال ربحتي انت بداك الحزام في 99 في مالطا، شحال يكونوا عطاوك؟ ما يكونوش فاتوا لك كاع 60 مليون 99 كاع، ما يكونوش فاتوا لك. وبغيتي انت مليار ونص من الدوله من المغرب، يعطيك مليار ونص صاحبي، واش هذا واش خرج العقل هذا؟ الا انت يا كطلب من الدوله مليار ونص، اش شحال خصو يطلب بدر هاري؟ زيد على ذلك بدر هاري بطل معروف اكثر منك ودا بزاف ديال البطولات، وفي الجابون كيديروا ديسانيمي بسميتو ومعروف كاع في العالم عليك انت، مش حال خصو هو يطلب المغرب؟ خصو يطلب لهم 20 مليار، اذا
ومع ذلك بدر هاري كيهز من المال خاص ديالو وكيهود المغرب وكيمشي كيمشي للحبس ديال القنيطره وكيشري لهم العيد والحوايج والكواش وكيعطي للمساكين والفقراء بدر هاري من ماله الخاص وما عمرو سب المغرب ولا طلب المغرب. السي زكريا الممني هو بطل العالم عليك دابا حاليا ماشي في 99. انت اخي زكريا الممني راه ما عطيتي حتى شي حاجه للدوله، ما قدمتي والو للدوله، ما قدمتي لها شي حاجه، شي تضحيه قدمتي لراسك، ديتي بطوله وديتي عليها الفلوس، الدرابو هزيتي على المغرب انت باختيارك، وكان بغيتي تهز حتى الدرابو ديال الصومال هزو. انا عطيت عليك اللي ما عطيتيش انت للمغرب، انا عطيت بزاف للمغرب وزام فمي سد فمي، ما عمري سبيت المغرب وسبيت البلاد ديالي. انا راه دوزت لارمي 10 سنين ها هي وتكرفست هاي ديفريد لارمي السي زكريا المومني، وتكرفست 10 سنين وما عطاوني حتى 50 درهم ديال لانتريد فاش خرجت من لارمي، ما عطاوني حتى حاجه، ما استفدت والو في ديك 10 سنين. الدار ديالي تعوق بالبرد، في البرد كنا كنشدو السربيس في البرد، كنقولوا حنايا تما السربيس لو سيرفيس. السي زكريا نقولها لك باش تفهمني، حيت انت شي شويه فيك كتبغي تفهم الامور بواحد الشكل خاص ديالك. انت كنت كندير السربيس زكريا المومني في البرد في الجوج الليل والربعه الليل اللي كنتي انت ناعس في الكواش، ضربت 10 سنين وما عطاتني الدوله والو وما عمري سبيتها ولا خرجت نكرت بلادي ولا ما شربت الماء في ديك البلاد وكليت الخبز تماك. السي زكريا المومني، انا اخوتي المغاربه خرجت هنا كنهضر بحرقه على البلاد، ماشي انا كنقول لكم بان كسميتو البلاد راه هي سويسرا كي قلت لكم ولا السويد ولا النرويج. المشاكل كاينين في العالم ولكن كنحلوهم بالتي هي احسن. انا خرجت، انا كنخرجت انا في لي فيديو ديالي شحال من مره وكننتقد الحكومه وننتقد الدوله حيت داكشي اللي كيديروا ماشي معقول، ولكن ما عمري اشرت بالاصابع وسبيت الناس ولا درت الشونطاج لشي واحد عطيني الفلوس ولا نمشي لفرنسا 24. انا فرنسا 24 هي غير حدايا في باري، الاذاعات كلهم نقدر نخرج كاع شي حاجه ما كايناش على المغرب ونقولها، ومشيت انا للبلاطو نقول لهم راه داروا لي التعذيب، داروا لي كذا، داروا لي كذا. ما عمر عذبني شي واحد في المغرب، وما عمر انا الجدرميه كيشدوني في الطريق مشحال من مره وكيسمحوا لي، والبوليس شدوني مشحال من مره وكيسمحوا لي، ما عمر شي واحد تكرفس عليا، حيت ملي كيهضروا معايا كنهضر معاهم بحلاوه اللسان كيقول لك سير اخويا. في المغرب السي زكريا المومني، سؤال واحد غنسولكم المغاربه وغادي تجاوبوني عليه، هذا هو السؤال اللي حيرني وعلاش خرجت نهضر على زكريا المومني وماشي غير هو العديد تاشفين اللي في الطاليان زيد بزاف. غير سؤال واحد انايا، حيت انا كيعجبوني بنادم، كيعجبني بنادم المناضل واللي كيبغي الثوره وحقوق الانسان وكذا وكذا وكذا، ماشي مشكل راني جاي معكم للهضره، ولكن سؤال واحد غنسولكم وتجاوبوني يا المغاربه، هذا هو السؤال المحير، هذا هو اللغز. وكان زكريا المومني عطاوه مليار ونص وداروا له لاصال كما قالوا له في الرباط، واش غيكون هو زكريا المومني ديال دابا اللي جالس في البلاطو فلاشين في يوتيوب وكيقول خصنا الثوره، ولا غيولي واحد اخر اللي غيكون عايش في الرباط بالبي ام وما كيعقلش على الفقراء والمحتاجين وغيزم فمو غيسكت وكنشد الفلوس غيسكت؟ حيت قبل فين كان هو مشحال هادي زكريا المومني؟ علاش ما كانش كينهضر وكيدير كيقول بغينا الثوره؟ فين كان مشحال هادي؟ في 2000 في 2001. ولكن منين تبع المغرب وتبع الدوسي ديالو والشونطاج ديالو وما كلالوش، ما عطاوش داكشي، ما عطاوش الفلوس، لان ما داكشي اللي كيطلب بزاف، وعلاش يعطيوه له؟ مش من حق يعطيوه مليار ونص اصلا، مش من حق، وكيطلبها هو العنصر. واش اش دخل العنصر في الهضره؟ كطلب انت الفلوس للعنصر، هو كان وزير الداخليه، واش كضحكوا على المغاربه ولا عرفتوا عقلو؟ هذا السيد هذا واش كيضحك عليكم اصاحبي؟ يعني فين كنتي مشحال هادي؟ عاد دابا وليتي خرجتي كتخرج كتهضر كتقول خصني وخصني وخص الثوره وخص كذا وكذا، يعني منين ما عطاوكش الفلوس كتهضر؟ وكنعطاوك الفلوس ما كنتيش غتخرج تقول هاد الهضره زكريا المومني؟ خليونا من النفاق ديالكم اصاحبي، كل واحد كيقلب غير ما يدير في جيبو، كل واحد كيقلب على مصلحته. كاع هادوك الناس المعارضين ولا الزمر ولا دوك اللي كيقولوا خصنا الثوره ولا كيسمي ولا كيخرج ينتقد المغرب ولا يسب المغرب، علاش؟ حيت ما دخلش في داك العالم الدريع والتخرويد والرشوه وما صور والو، منين زعما ما عطاوش الوزيعه ما فرقوش معاه،
جا خرج هنا لاوروبا ومشى كيقلب على لي شين باش ينتقد البلاد ويعطي للبلاد الصواريخ. خلاصة تلقاو لاخوتي المغاربه كثرت الكلام ما قل ودل. الرساله اللي بغيت نوجه لهاد السيدات زكريا المؤمني هذا كيضحك عليه عباد الله وكيشوه راسو في لي ريزو سوسيو ويعني وكيدير داك المحتوى ديالو هو تشويه السمعه ديال البلاد ديالو. ندير انا انشين باش نبقى نخرج نسب فيها المغرب ونخرج نبدا ندير النار الفتنه ونقول خصنا الثوره في المغرب خصنا كدا حيت ما توصلتش بالمبلغ المالي اللي كانوا وعدوني به غيعطيوه ليا في المغرب اللي ما كنستحقوش وماشي ديالي وكيتسمى هذاك تشفرت. انت اللي بغيتي تنسب على الدوله المغربيه ماشي هي اللي نسبت عليك حيت ماشي خدات لك فلوس كداتهم لك ربحتي لوتي ترديتي الفلوس ديالك في مالطا مالت وطلبتي من المغرب يعطيك مليار ونص بغيتي تنسب عليه ودرتي له الشونطاج. انت اللي خصك تتابع يتابعك المغرب خصك تتابع لانك انت باغي تنسب اسكو انت بغيتي دير لي سكوكري على المغرب انت فخودور انت بغيتي تحتال على المغرب وتدي الفلوس مليار ونص وكتطلبها الوزير داخلية العنصر والعنصر اش من علاقة عنده بك انت وبالسبور وبالكيك بوكسين ما فهمت انا والو في هذا الخليط. كي قلنا خلاصة القول انك انت اللي بغيتي تنسب على المغرب باش يفهموا المغاربة الحقيقة ديالك ماشي المغرب اللي بغى ينسب عليك ولا سرقك. انت تستاهل شي حاجة لو وقعت لك لانك انت لان الاشي انسان اللي كيتعرض له شي شفار في الطريق وكيبغي يغريسيه وما كيعرفوش بانه هو متريني عنده دوزيام دم وكيشدوا الاخر وكيدخل فيه دونك الشفار يستاهل داك العقاب ديالو لانه مشى كيسرق واحد خينا محترف عليه. انت مشيتي تنصب على المغرب وصدقوا جلسوك على القالب ماشي داكشي اللي كتقول اصلا كله ما داروه لكش هما ميمكنش هما يضربوك بالطو يدير داكشي غير يضر خاويه كتزيدوا فيه كتزيدوا شي حوايج من عندكم ولكن انت مشيتي تنصب على المغرب والمغرب جلسك على القالب ودابا خرج شي بغيتي تنتقم منه كنصحك غير بعد من داك المجال هذاك دير حاجه اخرى تصلح لك. المغرب راه كبير عليك انت ما كت... لا تمتوا بسلال المغاربه الاحرار. خوتي المغاربه الحرار الا كنتو نتوما مغاربه احرار كتبغيو بلادكم ناضلوا في البلاد ولكن ناضلوا بواحد الطريقه اللي تكون باحترام. ناضل في بلادك العالم كله كيناضل شي جيفار حياته كله هو كيناضل ناضل ما عندكش حقوق ما عندكش كذا ناضل ولكن ما تسب حد ما تسيء لحد ناضل في اطار قانوني كما كيديروا الدول الغربيه. المهم كثرت الكلام ما قل ودل كنحبكم في الله جوفوزيم بيس اند لوف على بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو 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 تشاو